برنامجكم الحواري الحضاري مغربنا في التحرير والتنوير تكملوا علاقة اتفاقية السيداو، نذكر هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. هذه الضجة التي تقام حول اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة غريب أن تصدر في مثل هذه أو السياق التاريخي الثقافي، لأنه روح الثورة التونسية قامت على مبادئ المساواة، العدالة، الكرامة، الحريات إلى غير ذلك، فهذا ضرب لمسار ثوري. ما هيش مسألة متعلقة بالدين، هي مسألة متعلقة أكثر بحقوق النساء وتمتع النساء بحقوقهن. كان احنا نؤمن بالمواطنة الكاملة بين النساء والرجال، المواطنة تقتضي أنك تعترف بكل الحقوق لكل الناس نساء والرجال، وكان احنا نؤمن بأن الثورة هي ثورة الكرامة، الكرامة هي تقتضي احترام إنسانية الإنسان. مغربنا في التحرير والتنوير، الليلة نسلي الغرباء على نسمة الحمراء.